أبو الكواشي. عرفه الجمهور لاعبا محترفا للشخصيات التي جسد أدوارها في المسرح والدراما، لكن شخصية ستار كوسج في مسلسل ذئاب الليل ربما تعد أشهرها. ثاني أكبر لئيم، حتى زواج ما زوج من وراي. سمعة كريهة. يلا يلا. معلوم كوشاج تفضل. الفنان محمود أبو العباس نورس البصرة المهاجر يعود إليها بعد رحلة غربة طويلة، حاملا لها مشروعا ثقافيا يخص الطفل. أعكف على إعداد مشروع مهم يخص الطفل، سينفذ إن شاء الله في مدينة البصرة، وهناك أكثر من تجربة سنقوم بها في المدينة في المسرح والسينما. أنا أطلب منك ترجعني لطفولتي. وحل محمود أبو العباس ضيفا على رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية للاحتفاء به ضمن باكورة أنشطتها خلال أيام الشهر الفضيل، ومثلت تجربته المليئة بالأحداث أيقونة فريدة وغير متكررة لالتقاطه بعناية للمواضيع التي يتناولها. محمود أبو العباس قدم عروضا ومسرحيات عدة في الإمارات وفي إيطاليا وفي المغرب وفي كثير من البلاد العربية والأجنبية. ولد محمود أبو العباس عام 1956 لأسرة بسيطة في أحد أحياء البصرة الشعبية، وانتقل إلى بغداد سعيا لصقل موهبته بالدراسة الأكاديمية، وذاك كان كفيلا أن يفتح له أبواب العمل كممثل ومخرج وكاتب مسرحي، سجل حضورا لافتا في الساحة الفنية العراقية. تجربة أبو العباس هي تجربة ثرية جدا ومتنوعة وغنية، لأنه كان يتعامل مع هذه التجربة بثقافة نظرية وتأسيس وتأطير منهج كبير جدا. كل هذه ربما تكون أسبابا جعلت من الأعمال التي يقدمها محمود أبو العباس محل تقدير وإعجاب بعدما تركت بصمات تأثيرها في نفوس الجمهور. ليس ذلك فقط، فإن قدرة أبو العباس على لعب الأدوار التراجيدية والكوميدية لهي مؤشر واضح على موهبة كبيرة ابتعدت مؤخرا عن المسرح والشاشة الفضية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.